في ظل الأزمات الخطيرة التي تشهدها المنطقة والاضطرابات التي تعصف بالأمة الإسلامية، تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية تقديرا لدورها الريادي في لم الشمل الإسلامي وتوحيد الصف لمواجهة التحديات. لا يخفينا، المملكة تمثل قوة سلام واستقرار في المنطقة، وقيادتها الرشيدة معروفة بأداء دور رياديا في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. القمة الإسلامية تنعقد في ظرف حرج نظرا لما تشهده بعض الدول الإسلامية من تدخلات في شؤونها إلى جانب الحوادث الإرهابية، مما يزيد من أهمية الدور الإيجابي الذي تؤديه قيادة المملكة. المملكة تعتبر دولة المقر للمنظمة الإسلامية وتحظى بتقدير واحترام على المستوى الإسلامي والعالمي، واعتقد أن الجميع ينظر إليها لتقود الدول الإسلامية في سبيل معالجة التحديات والأزمات الخطيرة التي تشهدها المنطقة ووضع حد للتدخلات في شؤون الدول الإسلامية. هذا ويأمل الباكستانيون من القمة الإسلامية الخروج بقرارات حازمة ضد جماعة الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الدول الإسلامية. إشادة باكستانية كبيرة بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة في خدمة العالم الإسلامي، مع تطلع الشارع الباكستاني إلى المنظمة الإسلامية لوضع حد للتدخلات الإرهابية في شؤون الدول الإسلامية. عبد الرحمن حياة، قناة الإخبارية، إسلام آباد.